متابعي راديو آما، أهلا بكم بالموجز الإخباري لنهار اليوم. أجلت محكمة الجنايات الاستثنائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد محاكمة وزير العدل السابق طيب لوح والأمين العام والمفتش العام السابقين، إلى جانب الشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ورئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد إلى دورة الجنائية المقبلة. وجاء قرار التأجيل بسبب إصابة عدد من محامي الدفاع عن المتهمين بفيروس كورونا، وكذا غياب عدد من المتهمين. كذبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر في بيان لها يوم أمس أخبارت تحدثت عن دخول فئة من المحبوسين بالمؤسسة العقابية بالحراش في إضراب عن الطعام يوم الجمعة 28 جانفي، كما شددت على أن مروجي هذه المعلومات الخاطئة قد يتعرضون لمساءلة جزائية، لما لهذه الأخبار من تأثير سلبي على النظام العام بصفة عامة وأمن مؤسسة الدولة بصفة خاصة. دعا عبد الغني بادي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك في تغريدة له على صفحته الفيسبوك إلى تشكيل لجنة تقصي مستقلة في موضوع دخول عدد من معتقلي الحراك في إضراب عن الطعام. وكان المحامي بادي أول من أعلن في تغريدة له خبر دخول أكثر من 40 سجين في إضراب عن الطعام يوم 28 جانفي، وذلك احتجاجا على المتابعات والتهم الباطلة وكذلك تمديدات الحبس المؤقت غير المبرر. يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد، وسيكون الاجتماع لدراسة ومناقشة عروض تخص قطاعة الفلاحة، السكن، البيئة والنقل، كما سيستمع خلاله الرئيس لعرض يقدمه السيد وسيط الجمهورية حول وضعية المشاريع العالقة في مجال الاستثمار. فيما يخص الأخبار الدولية، أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن بلاده لا تستبعد أي شيء فيما يتعلق بعلاقتها مع فرنسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل ليست مطروحة في الوقت الحالي. تظاهر مئات التونسيين اليوم الأحد بمدينة قابس جنوبي البلاد احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيد بدعوة من مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، ورفع المحتجون شعارات مناوئة لسعيد مطالبين بعودة المسار الديمقراطي بتونس بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم. سلام.